دور نكست. اهلا مدام، ايه شو مشكلتك؟ حليتيها؟ بدك انا احل لك اياها؟ نقطعت الكهرباء؟ ايه شو مشكلتك؟ دور الديجونكتور. ايه شو مشكلتك؟ افتحوا وضح معي. ايه شو مشكلتي؟ بتشخري بالليل ما عم تقدر تنامي. تشخري كتير ولا شوي؟ يعني هيك بتعملي ولا بتعملي اي نوع؟ الكبيرة. اها حلك عندي بسيطة. تعرفي تقريون هولي؟ هيدي فاتورة السوبر ماركت، معلش بس ركزي هون. بتعرفي تقريها؟ أكيد لا، لأنه أنا دكتورة أنت لا. بس نحن بنفهم مع بعض. سو كتبتلك مدام علاجك هين لحتى تبطلي شخير ما تنامي، خليكي أسبوع أسبوعين وجعة عين عندي وخبريني إذا بتشخري ولا لا. ادفعي هونيك. فحص، عملتي فحص دم؟ عملي الطريق فحص دم ورجعي ادفعي كمان حقه وصوره كمان اذا بدك اكس راي سونار كله موجود. عملي هيك من باب الاحتياط، ما خسراني بلكي طلع لنا شيء ثاني. الله معك الله معك. ادفعي على الكاشير تعال بعد اسبوعين.